نجم ستار اكاديمي الفنان محمد أماحة نجاح كبير جدا من خلال ألبومه الأخير أحلى من اللي فات، واللي تعاون فيه مع عدد كبير من مجموعة من الشعراء والملحنين. أماح صور من أغاني الألبوم أغنية وأنا مش قدامك فيديو كليب، وهي من كلمات أحمد علاء الدين وألحان محمد أماح، والكليب من إخراج مرقص عادل. حبيبي وأنا مش قدامك بيفضل على بالي كلامك، مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلبنا مين؟ في حاجات مش قادر أنا أقولها لك، يا ريتك مرة تاخد بالك، محتاج علشان أوصفها لك فوق عمر سنين. يا حبيبي وأنا مش قدامك بيفضل على بالي كلامك، مين في الدنيا دي يملى مكانك في قلبنا مين؟ كاميرا عرب وود قابلت الفنان محمد أماح في لقاء حصري للبرنامج، وكشفتنا عن اخبار كتيره، وكلمنا في البدايه عن الالبوم الجديد واكتر الاغاني اللي الناس حبتها. هو في ثلاث اغاني الناس مبسوطه بيهم، اغنيه الليله هنسهر، واغنيه ماشيه الحياه، واغنيه تحت المطر. الثلاث اغاني دول الناس رد فعلهم حلو مع الناس. يعني الالبوم بتاعي العشر اغاني دول انا كنت عاملهم من قبل اغنيه ويلي، يعني انا عملت اغنيه ويلي بعد كده، وبعد كده كنت همشي بشكل معين في اسلوب الكلام بتاع ويلي زي النظام ده. بس انا كنت بعد ما عملت اغنيه ويلي كنت لازم انزل الالبوم ده، فنزلت الالبوم ده يعني نزلته على اساس ان هو يعني شكل كوميرشال، ونفس اللي السوق بالظبط كان عايزه. بس انا في خيالي الفتره الجايه ان انا اعمل حاجات تانية مختلفه، فعشان كده ما كنتش عايزه اتشتت واعمل حاجات كتير. يعني الالبوم الجديد كان مختلف من حيث الكلمات والالحان، وكمان تصوير الكليب كان واخد شكل جديد. اما اتكلمنا عن الاشكال الجديده في الالبوم، وكشف لنا كمان عن الاغاني اللي ناوي يصورها تاني. اكتر حاجه كانت هماني في الالبوم ده هي الالحان، المزيكا، نوع المزيكا اللي هتتقدم. طبعا الكلام ده اهم حاجه يعني، فهم التلاتة مع بعض عاملين روح معينة. يعني في واحدة تالتة مصورها اسمها لسه فاكره، كلمات أحمد علاء ولحن مودي سعيد وتوزيع زوم، ودي هتنزل في العيد إن شاء الله. أماح كمان لحن خمس أغنيات من أغاني الألبوم، ومنها الأغنية اللي صورها كليب، وهي أغنية أنا مش قدامك. الفترة الجاية دي أنا فعلا مركز في التلحين قوي، يعني أنا ابتديت يعني هتسمعي شكل الالحان دي، يعني يمكن احتمال كبير تسمعي حاجه لفنان كبير قوي من الحاني الفتره الجايه دي. يعني أماح اتعرض في الفتره اللي فاتت قبل نزول الالبوم لازمه صحيه، بس قدر انه يتعافى منها ويتغلب عليها. فتره الغياب الفتره اللي فاتت دي ما الناس كلها عارفه ان انا كنت فتره تعبت فيها، وفتره تانيه يعني كان في وقت مرحله الانتاج بتاع الالبوم انا واخده بشكل ايجابي، بشكل ان انا يعني الناس انا عامه باخد في حياتي كل حاجه بانها حاجه حلوه يعني مهما كانت. فلا انا كنت واخدها بشكل ايجابي، بشكل ان انا يعني لا انا الناس حتى لو مرت بحاجه زي كده، لا انا كده وكده انا ببقى قدوه للناس، وفي نفس الوقت الناس بتشوف حاجه معينه في حد مرة بيها، وبتشوف ازاي خرج منها، بتبقى حاجة حلوة ليهم يعني. فأنا كنت واخدها من الزاوية دي. أماح كان ليه تعاون من فترة مع الفنان حميد الشاعري في أغنية ويلي، واللي حققت نجاح كبير جدا وقت إذاعتها. اللي خدتني الدنيا ببيعة وشروة، لو إني ما كنتش تاجر يعني أسيبها لك وهاجر. ويلي يا سنين يا عمري، ولو ثواني بقى في الخيال. ويلي يا سنين يا عمري، وحشني تاني لعب العيال. هي الأغنية بتاعت ويلي الحمد لله رد فعلها من عند الناس، الناس كانت متقبلاها، خصوصا انها كانت فكره غريبه وفكره جديده، وفكره اللي هي اللي هي النوستالجيا، او انك انت بتتكلمي عن واحد وحش وايامه زمان وكده. ف كانت تجربه حلوه جدا، استاذ حميد الشاعري اداني فرصه كويسه جدا وقدمني بشكل كويس، بشكل الرجوع كان قدمني بيه بشكل كويس جدا.
والحمد لله الناس تقبلتها لأنها يعني كانت خفيفة يعني. وفي آخر لقاءنا مع نجم ستار أكاديمية، ترى إيه هي النصيحة اللي هيوجهها لكل شخص حاسس إن عنده موهبة أو بيشارك في برامج المواهب؟ مرحلة البرامج دي كلها مرحلة حلوة لأي فنان، ف يعني بتديله فرصة إن هو يطلع الأول، بعد كده هو بقى بيكمل مع نفسه. الناس اللي عجبتني بقى وركزت معاهم اكتر ناس ما يعني اشتغلوا على نفسهم بشكل كويس، انا شايف احمد جمال كويس جدا، شايف مين تاني، محمد شاهين كويس، ورانا سماحه، فدول اشتغلوا على نفسهم كويس، وان شاء الله بقى يبقى في استمرار دايما يعني. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا، وان شاء الله تبقى السنه دي تبقى احسن مع كل الناس يعني، باذن الله يبقى رمضان خير علينا جميعا.